Chapter 16 Electric Forces, Fields and Potentials. إذا رح نحكي عن القوى الكهربائية، المجالات الكهربائية وأيضا الجهود الكهربائية. رح نبدأ في البداية ب The Electric Charge. ما هو المقصود بالشحنة الكهربائية؟ The Electric Charge is a fundamental property of atomic particles. إذا هي خاصية أساسية للجسيمات الذرية. مين هم؟ الإلكترونز والبروتونز. هلا لاحظنا انه لو قربنا بروتون من بروتون راح يصير بينهم تنافر، لو قربنا بروتون من الكترون راح يصير في بينهم تجاذب. اتفقنا انه نحكي شحنه البروتون موجبه وشحنه الالكترون سالبه. اذا تايبس اوف الكتريك تشارجز، في عنا نوعين، نيجاتيف تشارجز اللي هم الالكترونز، بوزيتيف تشارجز اللي هم البروتونز. تشارجز اوف ذا سيم تايب ريبل، الشحنات من نفس النوع تتنافر مع بعضها البعض، وهيك بنحكي electrons repel each other and protons repel each other. Charges of different types attract، الشحنات المختلفة في النوع تجذب بعضها البعض. Electrons and protons attract each other، الإلكترونات والبروتونات بيجذبوا بعضهم البعض. Unit of charge، وحدة الشحنة. The unit of charge is coulomb، بنسمي وحدة الشحنة كولومب تكريما للعالم كولومب وعمله في هذا الموضوع. Charged and neutral objects، الأجسام المشحونة والأجسام المتعادلة. متى يكون الجسم مشحون؟ Charged object، if the number of electrons in an object is more than the number of protons, the object is said to be negatively charged. إذا كان عدد الإلكترونات في جسم أكثر من عدد البروتونات بنحكي إنه هذا الجسم مشحون بشحنة سالبة. If the number of protons in an object is more than the number of electrons, the object is said to be positively charged. العكس، لو كان عدد البروتونات أعلى من عدد الإلكترونات نحكي إنه هذا الجسم مشحون بشحنة موجبة. ومتى يكون متعادل؟ neutral objects. If the number of protons in an object is equal to the number of electrons, the object is said to be neutral. إذا كان عدد الإلكترونات بيساوي عدد البروتونات نحكي إنه هذا الجسم متعادل. Charging objects and the quantization of charge، عملية شحن الأجسام ومبدأ تكميم الشحنة. Charging objects، كيف نشحن الأجسام؟ When two objects rub together, electrons move from one object to another. إذا قربنا جسمين من بعض، لو فرقناهم مع بعض مثلا، الإلكترونات راح تنتقل من جسم إلى جسم آخر. الجسم اللي بيخسر إلكترونات شو بنحكي عنه؟ صار شحنته موجبة، واللي كسب إلكترونات شحنته سالبة. For example، When a plastic bar is wrapped with fur، لما نجيب قطعة من البلاستيك ونفركها مع الصوف، electrons move from fur to the plastic bar، بتنتقل الإلكترونات من الصوف إلى قطعة البلاستيك. هيك شو صار عنا؟ As a result the plastic bar becomes negatively charged and the fur becomes positively charged، قطعة البلاستيك أصبحت سالبة وقطعة الصوف أصبحت موجبة. هلا بنيجي ل quantization of charges اللي هو مبدأ تكميم الشحنة. شو بنحكي؟ The charge is quantized which means that the magnitude of any charge must equal an integer multiplied by the magnitude of the electron's charge. إذا احنا بنحكي هون شحنة أي جسم لازم تساوي عدد صحيح مضروب في مقدار شحنة الإلكترون. ليش استخدمنا مقدار؟ لأنه ممكن تكون الشحنة موجبة، فإذا لازم يكون هو من مضاعفات شحنة الإلكترون. هلا معادلات مكتوبة هذا الشكل، Q equals N times E، where Q is the charge of an object، E is the magnitude of the electron charge and is equal to 1.6 times 10 to negative 19 coulomb، N equals 1, 2, 3 إلى آخره. لازم يكون عدد صحيح. Example، How many electrons are in one coulomb of charge if the magnitude of the electron charge is 1.6 times 10 to negative 19؟ إذا هذا شو بيحكي لنا؟ بده عدد الإلكترونات وين؟ في شحنة مقدارها 1 كولومب. إذا احنا طلب منا نحسب how many electrons، عدد الإلكترونات في 1 كولومب، إذا الشحنة Q هي 1 كولومب، وأعطانا مقدار شحنة الإلكترون 1.6 times 10 to negative 19. هيك عشان نحسب الN نرجع المعادلة تبعتنا، N بتساوي Q over E نقسم، والإجابة هي 6.25 times 10 to power 18.
كولومبز لو قانون كولومب. Consider two point charges separated by a distance r as shown below. رح أخذ شحنتين نقطيتين هما q1 و q2 والمسافة بينهم هي r. شو بنحكي؟ q1 exerts a force on q2. هلا q1 رح تأثر على q2. حسب قانون نيوتن الثالث لكل فعل رد فعل مساوي في مقدار معاكس في اتجاه. إذا q2 رح ترد على q1 بقوة أيضا مساوي في المقدار معاكس في اتجاه. شو بنحكي؟ and q2 exerts a force on q1 that is equal in magnitude and opposite in direction. هلا كولوم شو عمل؟ جرب يغير شحنات أجسام مشحونة ويحسب القوة، وبعد هيك رسم العلاقة ما بين القوة اللي بتأثر وما بين مقدار الشحن الأولى مقدار الشحن الثانية وأيضا المسافة بينهم، وحصلنا على قانون كولومب الشهير اللي بيحكي لنا the magnitude of the force between the two charges is given by the Coulomb's law. هيك the magnitude of F equals K times Q1 times Q2 divided by R squared. لاحظ أني بستخدم مقادير، ما جبت سيرة الاتجاه لسه، الاتجاه بنحدده بعدين. إذا حتى الشحنات باخذ المقدار ما بعوضها هون بإشارتها. طبعا K مين هي K؟ Where K equals 1 over 4 pi epsilon naught اللي هي بساوي 9 times 10 to power 9 نيوتن متر سكويرد بير كولومب سكويرد. هلا هذا القانون كتبناه احنا بحالة الفراغ، ممكن نغير هاي الابسلون نوت لو حطيناه بوسط غير الفراغ بتصير ابسلون بدل ما هي ابسلون نوت. هلا ابسلون نوت مين كمان؟ It's called the permittivity of free space، سماحية الوسط الفراغ، اللي هي بتساوي 8.85 times 10 to negative 12 كولومب سكويرد بير نيوتن متر سكويرد. هذا المقدار، الاتجاه كيف نحدده؟ The direction of the force depends on whether the charges attract or repel each other. إذا اتجاه القوة بيعتمد إذا كان جذب أو تنافر. Example, in the figure shown below, calculate the net electrostatic force on Q3. إذا أعطاني هذا الشكل في Q1 وفي Q2 وفي Q3 وطلب القوة اللي بتأثر على Q3. خلينا نشوف. Solution. إذا إحنا مطلوب منا القوة اللي بتأثر على Q3. هاي الQ3 وبهيك حالة في عندي شحنتين بيأثروا عليها بقوتين، واحدة من Q2 وواحدة من Q1. إذا شو بنحكي؟ Two forces acting on Q3 اللي هما F1 و F2، بدنا نوجدهم. هلا F1 الماجنتيود K Q1 Q3 over R squared، بدك تاخذ قيم الQ1 والQ2 Q3 عفوا والR. هلا the distance between Q1 and Q3 is، نطلع على المسافة بين Q1 وQ3 هي عبارة عن 0.5 meters. هيك بعوض في الأرقام والناتج هو 1.2 نيوتنز. هلا بدي الاتجاه directed to the right. ليش بدي اطلع Q1 سالبة و Q3 ايضا سالبة، اذا القوة كيف راح يكون اتجاهها؟ تنافر، تكون بهذا الشكل. هاي هي ال F1. هلا بدي اوجد مين القوة الثانية F2 بنفس الاسلوب، بس انتبه لما بدي اعوض صار عندي Q2 و Q3، الحالة الاولى كان Q1 و Q3. بدي المسافة. The distance is 0.2 meters. نعم. هلا بعوض في الأرقام 2.7. بدي الاتجاه. الاتجاه to the left. ليه؟ نتطلع عندي Q2 موجبة، إذا هي راح تجذبها بالنسبة لها، فراح يكون اتجاه القوة، طبعا Q3 سالبة أيضا، راح يكون اتجاه القوة بهذا الشكل. هاي هي الـ F2. هلا محصلة القوتين، قوتين متعاكستين بالاتجاه، شو بصير عنا؟ طلع فيهم الفرق بينهم واتجاه المحصلة مع القوة الأكبر. إذا بده يكون F2 minus F1 هيك مطرحهم من بعض 1.5 والاتجاه to the left. ممكن نكتبها بالشكل التالي إذا بنحب minus 1.5 newtons. والإشارة السالبة شو بتعطينا؟ الاتجاه. كلام سليم.